يعني الفرق اللي تأهلت لمباريات السد فهي فرق يعني كلها عن نفس الحظوظ. اكيد انه صحيح انه انا كرأي يعني فرق ديال الصف الاول اللي هي فريق المغرب، الفريق الوطني المغربي والفريق الجزائري والتونسي وكذلك فريق النيجيري والفريق السنغالي والمستوى الثاني، فيعني فرق يعني حتى هي عندها مستوى كبير وكدت على انه يعني في هذه المباريات ديال الكان. صحيح انه يعني هناك مباراه قويه نخصو بالذكر في مباراة ديال الفريق التونسي ضد النيجيري والكاميرون ضد الفريق الجزائري. اما بما يخص الفريق الوطني المغربي فهي مباراه هي يعني مباراه بيج وهي سلاح ذو حدين. ربما الاكيد ان اغلبيه الناس يقولوا بانها مباراه سهله، ولكن يعني المباراه تلعب في الميدان وليس بالورق. يعني فارق تأهل مباراة السد فهو فارق يعني عنده حظوظ مثله مثل باقي الفرق، ونتمنى أن فريق الوطن المغربي أنه يعني نفسيا ربما الفريق الكونغو ربما أقل يعني الامباك ديالو يقل من يعني فريق مثلا مالي ولا فريق الفرق العربية مصر ولا الجزائر، ولكن الفو يعني يسمي فيه يعني خص الحيطة والحضار، يعني ناخذ المقابلة بجدية وما نستناش بالخصم، لان كما قلت يعني المقابله المباراه الفريق اللي تاهل للدور يعني الفاصل لاقصائيه كاس العالم فهو فريق ماشي سهل، الفريق اللي خصو يضرب له في الحساب، وخصنا يعني كما قلت ناخذ المباراه بكل موضوعيه وجديه، وخص اننا غنلعبوا المباراه الاولى خارج الميدان نديروا نتيجه ايجابيه، وفاش الفريق يدخل في الارض ديالو انه ينتصر ويعني يتاهل ان شاء الله الى نهائيات كاس العالم قطر 2022. القرعه اللي فرزات مباريات ما نقدروش نقولوا قويه، ولكن نقدروا نقولوا بانها متكافئه. ممكن كل الفرق عندهم الحظوظ متساويه، لان كره القدم مخصصه في المباريات ديال اللي كتكون كتعتبر بانها مباراه قفل او براج ما كتخضعش للمنطق. لهذا نتمنى واحد موفق للمنتخب الوطني، والمنتخب الوطني ما نقدروش نتكلموا حاليا على الحظوظ ديالو للتأهل لكأس العالم الا بعد ما تنتهي البطوله ديال النهائيات ديال كأس افريقيا. وبالنسبه للمنتخبات الاخرى كالجزائر كمصر كتونس نتمنوا انهم حتى هما يحاولوا يعني يكون الحظ بجانبهم ويتأهلوا ويتأهل معهم حتى المنتخب المغربي لكأس العالم اللي غادا تكون في بلد عربي، ولما لا نشوفوا دول عربية بكثرة باش نشوفوا ذاك المزيج وذاك الأهازيج وذاك الألوان وذاك والجماهير العربية تلتحم فيما بينتها بعيدا عن ما تقوم به بعض الحكومات وخاصة حكومة ديال الجزائر حكومة الكبرانات اللي كتصب الزيت فوق النار، ومع ذلك فهي دائما تخيب وستبقى تخيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويبقى الشعب المغربي شعب عربي كيحب جميع العرب وكيتمنى لكل العرب الرقي والازدهار في شتى المجالات بما فيها المجال الرياضي. وشكرا. يعني القرعه واللي وقعت فريق المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو يعني ما كناش كننتظروا يعني احسن من هذا القرعه هذه، فكيبقى يعني فريق الكونغو الديمقراطيه هو الفريق اللي يمكن نعتبره على الورق بالنسبه للمجموعه الثانيه هو ما نقولوش الاضعف، لان الفرق كل اللي تاهلت فهي تاهلت عن جداره، ولكن كتبقى لازم الحيطه والحذر، لان استصغار الخصم كتكون عنده واحد النتائج اللي هي وخيمه. يجب يعني نلعبوا مقابله بمقابله، غادي نشوفوا المقابله ديال الذهب، يعني نحاولوا اننا نجيب بواحد النتيجه اللي هي ايجابيه من الكونغو الديمقراطيه، ثم نشوفوا المقابله ديال الاياب من اجل يعني لا كونفيرماسيون ديال تأهل الكأس العالم. هذه يعني مناسبة للفريق المنتخب الوطني أنه يحقق التأهل للنهائيات المرة الخامسة والمرة الثانية على التوالي. كانت منه حظ يعني موفق للمدرب والتشكيلة. أكيد أن المدرب
يعني كيعرف الاجواء ديال افريقيا واللاعبين انهم استانسوا بالاجواء الافريقيه خلال هذه الكاس الافريقيه. ويعني كنتمنوا ان الفرحه ان يدخلوا الفرحه للشعب المغربي من خلال نهائيه كاس افريقيا بالحصول على الكاس الثانيه في التاريخ ديال المنتخب المغربي، وايضا انهم يكملوها بالتاهل لنهائيات ديال كاس العالم 2022 بقطر. هذه القرعة هذه كانت منصفة للفريق الوطني المغربي، من حيث حنا مع واحد الفريق، هي ما نقولوش حنا مع واحد الفريق ضعيف، لأن جميع الفرق الإفريقية كلها متساوية وما كاين هذا قوي وهذا ضعيف، غير دابا بالنسبة للنتائج اللي كان حقق المنتخب المغربي مع الفريق الكونغو أن كنا ديما تنتصروا عليه في الميدان ديالو وتنتصروا عليه هنا في المغرب. يعني هذه القرعة هذه يعني تتبصر بأن الحمد لله حنا متفائلين أننا غادي نتأهلوا لكأس العالم، يعني بدون مجادلة وبدون نقاش، فهمتي؟ فقط ما خصناش نستغرو الخصم كيما فعلا ما نستغروش، لان انا قلت لك لان خير دليل احنا شفنا البطوله الافريقيه المقامه حاليا ان سيراليون فريق مالي، يعني جميع الفرق زوج القمر كلها فرق كل كانت مستغره، ولكن وقفات في الحلق للفرق الكبرى. يعني هذه مساله، يعني هنا تتبين بان ما خصناش نديروا الفرقه في كرسنا، وما تكون ديك الثقه في النفس بزاف، راه يعني ذاك الغرور وديك الثقه في النفس بزاف، بحال دابا اللي كان وقع للفريق الالجيري انهم كانوا تيقولوا حوصلوا كاع بقوه الغرور ديالهم غادي يدوا كاس العالم، فهمتي؟ ودابا واللي خطر هما طاحوا مع فريق الكاميرون، هذا الفريق الكاميرون اللي ما عمر الجزائر ما ربحاته لا في الجزائر ولا خارج الجزائر. هذه يعني الحمد لله احنا كانت القرعه منصفه للفريق الوطني، والحمد لله طحنا مع فريق، وتنتمنى وهذا الشيء كله راه عندنا مدرب خبير الحمد لله اللي تيفهم في الفرق الافريقيه وتيفهم في هذه، وتنتمنى بعد هذه المساله هذه تنتمنوا الفريق ديالنا يتاهل في التمون ويتاهل في الربع، لان عندنا ماتش صعيب الا تاهلنا حنا الحمد لله غادي نتاهلوا في التمون، ولكن الربع راه نقدروا نطيحوا مع فريق مصر ولا الكاميرون لي كوت ديفوار لي فرق اللي هي قويه، وتنتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني ديالنا، وتنتمنوا نشوفوا انه الا تاهل غادي يتاهل ان شاء الله، ولكن خصو يوجد فرقه باش يلعب في كاس العالم، لان غنطيحوا مع فرق قويه راه كاين يعني راه يعني بالنسبه كاين الامريكا اللاتين، كاين الفرق، كاين الارجنتين، كاين البرازيل، يعني من بعد كاين المكسيك، كاين وعاد الفرق الاوروبيه فرق صعيب، يعني خصنا نوجدوا حنا الحمد لله غادي نتاهلوا، خصنا دابا المدرب يوجد الكاس العالم اللي غادي تنظم في قطر، والحمد لله غادي تنظم في واحد الدوله عربيه اللي الحمد لله انك يعني غادي نلقى واحد الجمهور اللي مساندنا، جمهور عربي، هذه ميزه للفرق العربيه اللي غادي تتاهل لكاس العالم، وتنتمناو التوفيق للفريق الوطني المغربي وواحد السعيد للفرق العربيه بصفه عامه. بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، بعد اول حاجه كنتمنى له حظ موفق في المقابله اللي غيجري نهار الثلاث ان شاء الله أمام فريق الملاوي، وكنتمنى باش يدوز للدور النهائي، لأن ماشي غير دور الربع أو دور النصف، إن عندنا حنا إمكانيات باش نوصل للدور النهائي، عندنا لاعبين اللي كيقلبوا الماتش في أي لحظة يمكن يقلب لك الماتش، ولكن عندنا حاجة وحدة اللي شي ما كنتيقوش فيها، هي المدرب اللي كل مرة كيبدل لنا التشكيلة، هذه من واحد الناحية. حنا نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يكون في الموعد في اللقاء ديال التمون ولقاء الربع ولقاء النصف وحتى النهاية إن شاء الله، ويكونوا الدراري ما مقيوسينش بالكوفيد ولا عندهم شي إصابات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا في الموعد في هاد لاكوب دافريك، هي اول حاجه غادي يمكن لي نهضر عليها. اما بالنسبه لاكوب دي موند اقصائيات كاس العالم، كنشوف اخويا بان الكونغو الديمقراطيه ماشي فريق اللي هو سهل كما يظن البعض، ماشي فريق اللي غادي مثلا نستهنوا به ونقولوا هذا فريق راه حنا غادي نربحوه راه جي صافي حنا ضمننا اننا دزنا. هكا دارت الجزائر في الماتشات ديال هاد لاكوب دافريك، وصدقات كما تيقولوا في الله ينعس الشيطان، سمعتي؟ المشكلة راه ما في العيبية ما في والو، المشكل في الغرور، ملي كتغر الفرقة كتولي مشكل،
حنا نتمنوا من الله سبحانه وتعالى اننا نلعبوا الماتش ديال كونكو الديمقراطيه ماشي موجودين ليه وكاننا لاعبين مع نيجيريا او الكاميرون مع فريق قوي وهما راه فريق قوي. بالنسبه لمقابله المنتخب المغربي اول حاجه كنتمنوا من الله صادقين باش ان شاء الله نتكاليفوا للدور الثاني بعد مباراه ديال مالاوي نهار 3. بالنسبه للمقابله ديال كاس العالم فافوري المغرب باش يتاهل بكل بساطه بكل سهوله حيت كاين مقومات كاين مدرب كيدير عمل كبير اللي بكل صراحه كنشيد بها انا اللي كيدير عمل كبير كيعرف شنو كيدير في التيران عنده تجربه عنده ما يكفي من الخبره باش يضيف للمنتخب الوطني. والمشكل عندنا ماشي هو واش غنتاهلوا لكاس العالم شنو غنديروا في كاس العالم هذا هو بيت القصيد. ما باش نتاهلوا سهله حيت الا ما تاهلتيش دونك بهاد الموجه اللي غاده ديال المغرب وهادشي اللي كيقوم به الرئيس ديال فوزي القجاع والمنشآت اللي تمات خاصنا نتاهلوا ولكن ملي نتاهلوا شنو خصنا نديروا في كاس العالم يعني خصنا يكون عندنا لي زوبجيكتيف محطوطين معروفين فين غنوصلوا اش من نقطه نقدروا نوصلوا فيها في كاس العالم. اما التاهل انا كنظن ساهل ساهل بزاف كاع نو انا ما كنستخسرش حيت المنتخب المغربي فريق قوي انا ما كنستخسر ما عمرنا استخرنا شي واحد من المغرب فافوري واي فرقه فافوري المغرب باش يتكالي في الكوب دي موند انا كنقول لك راه هو سمعتي السؤال الجواب ديالي مزيان قلت لك من بعد التاهل شنو غنديروا في كاس العالم لي زوبجيكتيف اللي خصهم يتحطوا في كاس العالم حيت الا كنا غنمشيو نشاركوا باش نتاهلوا ونرجعوا حيت الجمهور المغربي كيتسنى بزاف الحوايج من المنتخب وكنتمنى من الله كنتمنى من الله باش نديروا شي انجاز ان شاء الله في كاس العالم اللي ماله كلشي سهل عند الله سبحانه وتعالى. بصفه عامه هي قرعه كانت متوازنه متكافئه البعض كيظن على ان فريق كونغو الديمقراطيه هو فريق ضعيف ولكن بالعكس هو راه فريق قوي عنده لاعبين محترفين كبار عنده كما كنشوفوا الهداف اللي كان في الرجاء البيضاوي مالونغو كاين لاعب سيديريك باكامبو اللاعب اللي سجل البارح في فريق اولمبيك مارسيليا يعني لاعبين قويين وهكاك يخني يعني المنتخب الوطني على الورق كتبقى كيبقى يعني المباراه كتبان سهله على الورق يعني كنقولوا ان كونغو الديمقراطيه ما مأهلش لكاس افريقيا ولكن واخا هكاك الحذر كل حذر من هذا المنتخب اللي هو قوي واللي يقدر يشكل يعني مشاكل كبيره سورتو في الملعب ديالو ملعب الشهداء في كينشاسا يعني واحد الملعب اللي هو شويه صعيب والمنتخب الوطني خصو يخرج بنتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب باش على الاقل المباراه الاياب ما نقولوش غادي يلعب بارتياح وانما نقولوا انه يحاول ما امكن يكسب ديك الثقه في المباراه الاولى في مباراه الذهاب باش المباراه الثانيه تكون نسبيا سهله ما غنقولوش سهله 100% وحظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي بصفة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.